برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بحضور الاحتفال بمناسبة يوم المرأة البحرينية 2018 تحت شعار المرأة في مجال العمل التشريعي والبلدي، والذي أقيم في مبنى بلدية المنامة. وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله بإلقاء كلمة سامية مسجلة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم المرأة البحرينية وما تحمله هذه المناسبة الوطنية العطرة من بواعث الفخر والاعتزاز، أتوجه بخالص التهاني وعميق العرفان لمن ساهمت في البناء والتي لم تغب يوما عن ساحة العمل والعطاء على مر التاريخ، وصولا ليومنا الحاضر، فقد أنارت بمصابيح العلم طريق نهضتنا، وحصنت بإرادتها المستقلة سياج وحدتنا، فهي من قرأت وتعلمت وشاركت فصنعت مجد وطنها. ولا يسعنا في هذا التقليد السنوي المبارك الذي نفتتح به موسم أعيادنا الوطنية المجيدة إلا أن نحيي الأداء المسؤول والنتائج الطيبة لمشاركة نساء البحرين في الانتخابات التشريعية والبلدية التي لها من التقدير ما يجعلها شريكا جديرا في إدارة ميادين العمل والحياة، لتبقى وكما عهدناها على الدوام خير من يعلو بشأن وطنه. وكل عام والجميع بخير. وبهذه المناسبة أعربت سموها حفظها الله عن عظيم تقديرها وامتنانها لتكرم جلالته حفظه الله ورعاه بتوجيه كلمة سامية إلى المرأة البحرينية في يومها، الأمر الذي يؤكد حرص جلالته على أن تحظى المرأة البحرينية بالمكانة اللائقة كشريك أصيل في مسيرة التنمية الوطنية. وأكدت سموها أن رسالة جلالته للمرأة البحرينية تزيدها فخرا واعتزازا بانتمائها لهذا البلد المعطاء الذي وفر لها جميع أسباب التقدم والارتقاء وتحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات. ولفتت سموها إلى أن الملك المفدى أيده الله حرص منذ الإعلان عن مناسبة يوم المرأة البحرينية على دعم هذه المبادرة ومتابعة نتائجها منذ تخصيص مناسبة وطنية للمرأة البحرينية في عام 2008 تحت رعاية جلالته. وأكدت سموها حفظها الله أن يوم المرأة البحرينية استطاع عبر هدف تخصيصه كمناسبة وطنية سنوية أن يكون منصة مثالية نستدعي من خلالها المكتسبات والإنجازات التي جاءت للمرأة البحرينية وتمكنت بدورها من المحافظة عليها والارتقاء بنتائجها، وهي كذلك فرصة للاعتزاز بمسيرتها الحافلة بالعطاء ومناسبة دائمة يتجدد فيها الفخر والاعتزاز بابنة الوطن. واختتمت سموها تصريحها بالإشارة إلى أن التفاعل المشكور والمقدر لمؤسسات الدولة ومن مختلف القطاعات يأتي معبرا عن حجم الاحترام والاعتزاز الذي يكنه المجتمع البحريني للمرأة. هذا وقد تضمن الاحتفال عرضا سينمائيا توثيقيا يجسد رحلة عطاء المرأة البحرينية عبر المسيرة الوطنية لبناء دولة البحرين الحديثة. وفي كل حال نأثر، وهي الحنين اللي يغذينا ويشفي كوثر. البحر والقلب مني رف كل ما الهوى دار، شلت الطفل في يميني وشلت انا البيت في كون من حولي بدا يكبر
ولما حملت القلم والدفتر قلبي فتح لي باب، صرت أشعل ولم تكن المرأة بعيدة عن المشهد الثقافي الذي شهدت البحرين. وإليكم تفاصيل نشرتنا تأسيس نادي البحرين للسيدات، إقبال نسائي على الانتخابات البلدية، قراءة في مقالات نسائية، مقابلة مع حاملة أول رخصة قيادة، سلاح الأمم تمشيبة لجدام، مصباح ضاوي للفكر، صانع المجد. البحرين وتوابعها يشرف الاحتفال بأول عيد للعلم في مبنى المدرسة الثانوية مقام عظمة بين الحديثة. ما فرق كلمة مواطن بين ريال ومر، الاثنين في واحد مثل طعم الحلا في سكر. إنها سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، التي تتوالى جهودها الخيرة لرفعة أهلها ونهضة وطنها. هذه المفدى حاسمة ومثبتة لحقبة جديدة توالت فيها مكتسبات المرأة 2002، فانطلقت من تلك الإرادة الوطنية، فهي جزء أصيل من المنظومة العدلية ومساهم في الشأن الدبلوماسي وممثل عن الإرادة الشعبية في المجلس النيابي. بعد ذلك تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في الاحتفال بتكريم البحرينيات اللواتي شغلن عضوية مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية منذ عام 2000 وحتى عام 2014، وباركت سموها للعضوات الفائزات في عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية للأعوام 2018-2022 واللواتي تشرفن بصورة تذكارية مع سموها في نهاية الاحتفال. تتويجاً لجهود المرأة البحرينية وما حققته من إنجازات وما ساهمت فيه من نقلات نوعية في مجال العمل التشريعي والبلدي عبر فصول تشريعية متتالية، جاء شعار الاحتفال بيومها هذا العام يحمل عنواناً يؤكد تميزها ويبرهن على أنها قادرة على تصدر المشهد السياسي، خاصة بعد أن فازت 10 سيدات بمقاعد المجالس النيابية والبلدية في الاستحقاق الانتخابي في الجولة الأولى والثانية من انتخابات 2018. أنا أهني المرأة بهذا اليوم، وأهني جلالة الملك، وأهني سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم، وأشكرهم على جهودهم الكبيرة للوصول بالمرأة اللي أصبحت عنوان كبير انباهي به الأمم في دول العالم. اليوم يقع على عاتقنا نحن النساء اللي دخلوا المجلس التشريعي، سواء كانوا بالانتخاب الحر المباشر أو من خلال التعيين الملكي، أمامهم التزام كبير وأمامهم خطوات لابد أن يتخذونها بحيث أنه يطلعون فيها للأعلى. كان لي الشرف أن يتم تكريمي اليوم كأحد أول نساء من عيننا في مجلس الشورى في ذلك الوقت، وإحنا تجاوزنا حقبة الآن الكوتا للمرأة، وأعتقد أن الشعب البحريني وتعلي دور المرأة وهميته وقرر هو يختارها بنفسه. طبعا تشرفت اليوم
بهذا التكريم السامي، وكل شعور بالبهجة أن البحرين نجحت في أن تكون نموذج وطني ديمقراطي داعم للمرأة في البرلمان والمجالس البلدية. مملكة البحرين تمكنت من تهيئة الأرضية المناسبة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وتحقيق إنجازات بارزة في المجال التشريعي والعمل البلدي من خلال وضع التشريعات والقوانين وتطويرها. في الحقيقة الفوز هذا اللي حدث يعني ليس بالأمر الغريب على المرأة البحرينية، لها تاريخ عميق ولها تجارب جمة سواء في العمل السياسي أو التشريعي أو حتى الإداري، فبالتالي أثبتت المرأة أنها بكفاءتها بإمكانها أنها تتبوى أعلى المناصب في الدولة. إن مبادرة صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لاختيار يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي من شأنه توفير مزيد من الدعم للمرأة العاملة في هذا المجال وتشجيع مزيد من النساء للدخول فيه، وهو ما من شأنه رفع مستوى حضورها وتمثيلها فيه. زيادة نسبة تمثيل المرأة البحرينية في المجلس النيابي والبلدي في الاستحقاق الانتخاب الأخير هو انعكاس لإرادة سياسية تؤمن بتصدر المرأة البحرينية للمشهد السياسي وثقة شعبية بقدرته على تمثيله تحت قبة البرلمان. سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.